تجمع رياضي كروي في فعالية هي الأولى من نوعها في محافظة شبوة، بطولة الشهيد أحمد علي بحاج، والتي جاءت بعد غياب استمر لعدة سنوات لم تجتمع فيها أندية المحافظة بهذا التكتل بأي بطولة كانت رسمية أو خاصة. الملفت في هذا الشيء مشاركة 17 نادي، حدث غير عادي. الحدث الآخر المميز مشاركة أندية بيحان عامة اللي هو تمنى والثورة وريدان بعد حصار الحرب وثلاث أو أربع سنوات من هذا من الانقطاع. البطولة تضم جميع أندية محافظة شبوة، حيث أعلن الجميع مشاركتهم فيها رغم صعوبة الظروف المالية التي تمر بها الأندية وتوقف مخصصاتها وانعدام مواردها المالية. بطولة الشهيد أحمد بحاج أنا أعتقد أنها بتمثل حدث رياضي كبير، سواء تنظيم، سواء اكتشاف لاعبين، سواء دعم من وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة تطمح في المزيد من التطوير، وأعتقد أنه عن طريق هذه الدورات بتتطور الحركة الرياضية في المحافظة. بطولة الشهيد بحاج تعد أول تجمع كروي كبير يضم 17 نادياً تمثل أغلب مديريات المحافظة، بما في ذلك الأندية البيحانية التي حرمت من المشاركة في الفعاليات الرياضية سنوات عدة بسبب الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيا الانقلابية على المدينة خلال الفترة الماضية. تأتي بطولة الشهيد بحاج بعد سنوات عجاف وظروف صعبة مرت بها أندية المحافظة إثر توقف مخصصاتها وانعدام مواردها المالية، ومع ذلك يراها الجميع خطوة ناجحة لعودة الأنشطة الرياضية في محافظة شبوة. ولكن يبرز السؤال الأهم، هل على شبوة أن تخوض غمار المنافسة وتستعيد ألقها الرياضي من خلال توظيف الأحياء لأسماء الأموات؟ صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.